الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإسلام والحياة، يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى. ونود إعلامكم بالأرقام الهواتف والتي تتواصلون فيها مع هذا البرنامج الإسلام والحياة، والتي تخرج إن شاء الله على الشاشة تباعا، لكن نذكر الإخوة الذين يتابعوننا عبر الإذاعات المسموعة إن شاء الله تعالى، والأرقام كالتالي: 021 من خارج طرابلس 334 64 97، والرقم التالي 021 334 64 98، والرقم الأخير 021 334 64 99. وكذلك نود تذكيركم بأن هناك بعض الإذاعات والذين ينقلون هذا البرنامج عبر إذاعاتهم، وهم إذاعة الهمة بجدابية بارك الله فيهم، وتردد هذه الإذاعة 90.09، وإذاعة نور الإمام بزليطن وتردد هذه الإذاعة 105.7، وكذلك إذاعة الهداية بمصراتة وترددها 95، وإذاعة ليبيا الوطنية في طرابلس تقريبا 76.9، أما خارج طرابلس 76، وقناة الهداية الفضائية. ونشكر الإخوة الذين يتواصلون معنا عبر الفيسبوك، وقد يتواصلون معنا إن شاء الله في هذه اللحظات عبر فيسبوك الإسلام والحياة. حيا الله شيخنا، مرحبا وسهلا بكم، حفظك الله شيخنا. تأتينا عدة أسئلة شيخنا من على الفيسبوك وكذلك عبر الصفحات الأخرى، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة يسأل، ونبدأ بسؤاله إن شاء الله تعالى، هو: حكم المرأة جنينها بالعملية وتستطيع الإنجاب بالطريقة العادية، لكن حفاظا على صحتها وحفاظا على جسدها وغير ذلك تضطر لأن تعمل هذه العملية، مما يضطر بعد ذلك إلى انقطاع النسل، قد تنجب 3 أو 4 مرات وينتهي. الأخ سالم المصراتة يريد الإجابة عن هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم جميعا. فيما يتعلق بالإنسان أن يقدم على عملية جراحية من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، وخصوصا سوف يخضع إلى يعرض نفسه لتخدير، ويعرض نفسه قد يعرض نفسه لمضاعفات، فلا أرى أن هذا أمر يعني يصنعه الإنسان إذا أراد أن يحافظ على متطلبات التي يقتضيها العمل الشرعي. فما دام الإنجاب بالوضع المعتاد بالنسبة إلى المرأة ليس فيه ضرر، ليس فيه ضرر ولا يؤثر عليها ولا شيء فيه شيء، إلا مجرد أنها تتجنبه من أجل أن تحافظ على رشاقتها، وربما تعرض نفسها لمخاطرة في تخدير أو في غير ذلك من مضاعفات العمليات، وهي كثيرة. وكثير ما يدخل الإنسان إلى غرفة العمليات وهو صحيح معافى لا بأس عليه، فيخرج جثة هامدة، فلماذا هي تعرض نفسها إلى دم من أجل أن تحافظ على أمر هو تحسيني وليس هو من حاجيات الناس ولا من ضرورياتها؟ فلا أنه يجوز لها أن تقدم على هذا الأمر هكذا اختيارا من غير ضرورة غير ذلك، وتعرض نفسها لمخاطر العمليات. حفظك الله شيخنا. شيخنا، هذه الأيام نسمع في قنوات الفضائية والإذاعات حول الاختطاف ومشاكل الاختطاف وكثرة الإشاعات، نريد يعني أن كيف ممكن أن نوصل رسالة للناس عدم نقل الأخبار غير الكاذبة، التحقق من هذه الأخبار، ومن الناحية الشرعية حكم ذلك شيخنا الكريم؟ وفي الوقت الذي لا نريد أن نهون فيه من الآثار السيئة الكبيرة على الناس في هذه الأوقات، مما يجري من اختطاف نساء واختطاف بنات، ولا نريد أن نهون أيضا مما يجري من جرائم قتل وتفجيرات
عدوان وسرقات وسلب ونهب، هذا أمر في غاية الخطورة وأمر شديد وكبير، وحرمته عند الله تعالى عظيمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأن القتل النفس الواحدة فقط، ليس كل يوم تسمع أنت الآن عن تفجيرات وعن قتل هنا وهناك واضطراب أمن وفوضى عارمة في كل جهة. قتل النفس الواحدة، زوال الدنيا عند الله أعظم من قتل نفس واحدة من غير وجه حق. نعم. فما بالك إذا كان يتكرر هذا في صور متعددة، صور اختطاف وصور اعتداء على أعراض وصور قطع طريق وسلب أموال، وهذا من الجرائم العظيمة والأثام الكبيرة، وعلى المسؤولين هذه أمانة في أعناقهم أن يتحملوا مسؤولياتهم ويحاسبوا المجرمين ويعاقبوهم. لأن الذي شجع على هذا الانفلات وعلى هذه الفوضى العارمة وعلى تفشي القتل وعلى استباحة حرمات الناس وأموالهم، الذي شجع على هذا هو عدم العقاب. الناس يعني للأسف تجد الآن الفهم الخاطئ بين المسؤولين ويتكلمون به صراحة أنهم لا يريدون أن يسفكوا الدماء ولا يريدون إراقة الدماء ويريدون مصالحات ويريدون، في الوقت الذي هم يعطفون فيه على المجرمين وعلى قطاع الطرق وعلى من يؤذون المؤمنين بغير حق صباح مساء بشتى صنوف أنواع الأذى والتعذيب، في الوقت هذا اللي هم يعطفون على المجرمين يستبيحون المسؤولين بهذا المنطق وبهذا الفهم وبهذا التصور، يستبيحون دماء وأعراض الأبرياء. يعني كيف أنت تتعاطف مع مجرم وتقول لا أريد أن أعاقبه وهذا فيه سفك دماء ونريد الأمور تذهب بالمصالحات، في الوقت أنك تراه كل يوم يذبح كل يوم يقتل، فكيف هذا يكون؟ هذا لا يكون من إنسان مؤمن أبدا، لا يمكن. لماذا الله عز وجل شرع العقوبة وقال تعالى ولكم في القصاص حياة، وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض؟ فهل نحن أرحم بالخلق من ربهم الذي شرع لنا هذا العقاب وأمرنا به؟ الله أعلم بمصلح الناس وهو أعلم وأحكم، ولذلك هذا لا يكون فيه قسوة أبدا ولا يكون فيه تعدي ولا يكون فيه جناية، بل هذه الرحمة بعينها وهذا هو الحق بعينه. فعلى المسلمين على المسؤولين أن يفيقوا، وعلى رجال النيابة وعلى رجال القضاء وعلى رجال الأمن أن يلتفتوا لهذا الأمر. ولو كان هذا المنطق الذي السائد الآن معوج بين المسؤولين في بلادنا لو كان صحيح، لماذا هناك قانون يسمى قانون العقوبات في الدنيا حتى نعم بلاد غير المسلمة؟ نعم أكيد كان ينبغي أن يلغى نعم هذا من 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 مفهوم الناس، ويقال لهم والله أنتم مخطئون، ينبغي الجاني والمجرم والفاسد والمتعدي يجب أن نأخذه بالحسنى وباللين وبالرفق، ولا يجوز أن نواجهه ونعتقله ونقيم عليه الحدود ونقتله، لا يجوز. لو كان هذا كان يفترض أنهم ينبغي الناس في العالم كله يلغوا قانون العقوبات، هذا كلام غير صحيح. هذا في الوقت الذي لا نهون من شأن ما يجري، لكن على الجانب الآخر أريد الناس أن يتثبتوا أيضا من الأخبار. نعم. والإشاعات يعني تعمل عملها يعني عمل السم القاتل بين الناس، وتحدث من الفزع ما لا يعلمه إلا الله، ويعني سلاح فتاك لكل الجهات، من يريد أن يفسد يستعمل الإشاعة، ومن يريد أن يصلح يعني يستعمل الإشاعات. الله عز وجل يأمرنا أن نتوقف عن مثل هذا الأمر، ولا يجوز لنا أن نقل الأخبار غير الصحيحة ونشيعها، وأحيانا ترتب عليها أمور أخرى قد يترتب عليها نفسها قتل ويترتب عليها تعدي على حرمات. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك على المسلم أن لا يشيع الكلام الذي لا يتحقق منه ولا يتيقنه ولا يسمعه بنفسه ولا يكون عنده في منزلة اليقين، يجب عليه أن يتجنب هذا، لأن هذا الكلام الذي يلقيه ولا يلقي له بالا يعطيه هكذا يسترسل فيه قد يعني يدخله النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. والرجل يتكلم بالكلمة كما ورد في الحديث الصحيح لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا،
والإشاعات الآن على أشدها أيضا، لأن بسبب هذه الأجواء الآن المحتقنة والتوتر في كل مكان، والناس حتى اللي لم يسمع شيء يقول لك اختطف كذا واختطفت فلان. ففي الوقت اللي هذه كثير منها ربما جزء منها إشاعات، أيضا بعض المسؤولين لا يتريث أيضا هو وينفي جملة وتفصيلا، ولا تدري هل هو غفلة منه أو جهلا منه أو يريد أن يتستر أيضا لا تفهم هذا ماذا. هذا أيضا باب الإشاعات باب الكذب عليه، أن لا ينبغي لمسؤول أن يخرج على الإعلام وينفي يقول لا لم يحصل، هو قد حصل. كيف تقول لم يحصل؟ قل لا أعلم. نعم. لا تقول لا لم يحصل، قل أني لا أعلم. نعم. وقد يكون هذا حصل، لكن ينبغي التحقق في هذه المسألة. فهكذا ينبغي أن يتناول هذا الأمر، ولا يكون هناك إسراف في هذه المسألة لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. فالإشاعات ليست هي فقط في هذا الشيء، الإشاعات الآن حتى في أخبار كاذبة، يعني يقال حتى دار الإفتاء الآن تنسب إليها كثير من الأخبار الكاذبة اللي هي براء منها، ويقول مفتي أفتى بكذا وإراقة دم فلان وقتل كذا وقتل العلمانيين وقتل الليبراليين، وهكذا يرسل الكلام جزافا كذبا. احنا عندما يكون عندنا فتوى لا نخفيها، الفتاوى اللي تكون عندنا موجودة على صفحاتنا ونعلنها ونؤكدها ونحرص عليها ولا نهاب أحد. الحق نقول، لكن شيء لم يصدر منا ولم يكن لا يجوز أن ينسب هكذا من أجل أن تشويه الصورة وتنفير الناس وإشاعة الكذب، هذا هو الذي نحذر منه. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيك. الأخ محمد الأمين كان تزاحمت الأولويات في عقله، هو طبيب يقول أشتغل ولدي معاش، وطلب من الالتحاق بغرفة توار ليبيا، هل علي العودة إلى السلاح وكيف يكون كذلك؟ يعني هو طلب منه، هو طلب منه ان ينضم الى غرفه الثوار. نعم، طلب منه، هو طبيب يقول انا الان يعني كان من الثوار، ثم لما خلاص استقر الامر عاد الى عمله طبيبا. نعم. والان طلب منه ان يعود الى غرفه الثوار، فهو الان تزاحمت في عقله الاولويات. هو احنا عندنا الان اوضاع امنيه مترديه. نعم. والمؤتمر الوطني من شهرين او اكثر من ذلك طلب الجهات التنفيذية، طلب المسؤولين في الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأركان، وطلب منهم هكذا مباشرة، قالوا لابد أن تضعوا حل لهذا الأمر المتردي الآن، والناس يقتلون والتفجيرات كل يوم، ومن يخرج من بيته لا يأمن أن يرجع. فلم يجد المؤتمر عند الجهات التنفيذية حل، أبدوا عجزهم، ولم تكن عندهم وزارة داخلية فعالة ولا وزارة الدفاع فعالة، وكل ما يقال وخرجنا وفعلنا ولجان وكذا كلها لم يرى لها أي أثر على الأرض، وإنما هي مجرد هكذا أموال تهدر وميزانيات، فليس هناك شيء على الأرض الواقع. لما المؤتمر وجد هذا الرد من الجهات التنفيذية أصدر قرار وكلف الثوار وغرفة الثوار في طرابلس أن تتولى حفظ الأمن في الأماكن الحساسة والمنافذ المتعلقة بطرابلس، ولها صلاحية أن تعمل ما تراه لحفظ الأمن في المدن الأخرى، وتنسق الثوار ينضم إلى هذا الجسم بحيث يحفظ الأمن ويحفظ دماء الناس التي تهدر كل يوم، يقتلون الناس، يقتلون لحد الآن لازال يقتلون للأسف، حتى الغرفة لم تفعل تفعيل الصحيح، وربما يعني تحسن الأمر نسبيا، ولكن إلى حد الآن ما زالت التفجيرات والقتل وكذا ولم تفعل، وخصوصا في المدن البعيدة برا طرابلس. نعم. فإذا كان الغرفة التي هي أعطيت هذه الشرعية من على جهة مسؤولة في البلد أن تتولى هذا الأمر، ورأت أن تستعين بمن تستعين به، فالواجب عليها أن ينضم إليها. وكما هب الناس بهذا الأمر لتجمع ضد الفساد وقتل المجرمين والمفسدين والقضاء على
الاستبداد والطغيان والباطل يجب الآن أن يتجمعوا مرة أخرى ليقيموا الحق ولا يترك الباطل هكذا يستشري والقتل ينتشر كل يوم والجرائم والسرقات والنهب وقطع الطريق، يوم جماعة تحوز النفط، يوم جماعة تحوز الغاز، يوم جماعة تحوز الكهرباء، يوم جماعة تقفل لنا الطرقات، يعني كل من يحلو له شيء يصنعه. هذه لا تكون دولة بهذه الصورة. نعم. على الغرفة وعلى الثوار المؤمنين الحقيقيين الذين خرجوا من أجل الحق وخرجوا في سبيل الله وبذلوا أرواحهم، عليهم أن يرجعوا مرة أخرى لاستتباب الأمن وفرض، لأن بهذه الصورة جهودهم كلها تضيع وثورتهم كلها تضيع كلها تنهب. نعم. لأن هناك عصابات، هناك سراق، هناك في كل مجتمع، ليس في المجتمع الليبي فقط. نعم. حتى في المجتمع السلف الصالح هناك السراق، وكان هناك الزنات، وكان هناك شاربو الخمر، وكان هناك، لابد أن يكون هناك تجمع لأهل الحق وأهل القوة ويفرض الحق ويفرض العدل ويقضوا على هذا الفساد. نعم، وبالأمس نعم نستقبل المكالمة هذه. نعم أخي محمد، تفضل أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ عبد الباسط؟ مرحبا أخي الكريم، مرحبا. يا أهلا، مرحبا. الله يبارك فيك. نعم شيخ عبد الباسط، عندي سؤال حول الرشوة. تفضل أخي الكريم، تفضل. حكم الرشوة وتعريف الرشوة. نعم نعم. نعم. كيف نعرف أنا كمستفيد أو كموظف؟ نعم. ما هي الرشوة واللي المعاملة اللي هي فيها رشوة واللي ما فيهاش رشوة؟ طيب. نعم. الحقوق. حقوقي أنا كموظف. نعم جميل. ما نسمعه هذه الأيام من رشاوى بالملايين، يعني نعم شيء احترنا، يعني احترنا صراحة. بارك الله فيك يا أخي، يوضح لنا حقوق حكم الرشوة وتعريفها في الوقت الحالي يعني. طيب حاضر يا اخي الكريم، شكرا يا اخي محمد، حاضر يوضحها شيء، حفظكم الله. طيب نعم بارك الله فيك. نعم المكالمة الأخرى. نعم. طيب لا بقى. أم هارون تفضلي يا أختي أم هارون. ناهم أهلا وسهلا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي نسأل الشيخ سؤال لو سمحت. تفضلي أختي الفاضلة. كيف حالك يا شيخ صادق؟ يا مرحبا بك. كيف حال صحتك؟ الله يحفظك الحمد لله. شيخ صادق، نبي نسألك، أنا ناوية نبي نصيم يوم عرفة. نعم. طابق اليوم هذا أنا عندي عذر، فنبي نسألك لو نقدر ناخذ مثلا أي حاجة باش نعطل العذر هذا ونبي نصيم. طيب يا أختي، حاضر يا أم هارون، حاضر. شكرا. حاضر وإياك إن شاء الله. نعم نعم نعم. أم بشرى. السلام. أبو بشرى مرحبا، أنا وسهلا يا أخي. الأخبار طيبة إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظك ويسلمك. مرحبا بك. نحبوك في الله يا شيخنا صادر. أحبك الله وجزاك الله. جزاك الله عن اللي بيه كل خير يا شيخنا راوح. الله يرزقك. وما تسمعش الأبواق اللي تهدد بيه وبكلاه وتهدد بيك أنت وبالكلام اللي تقول فيه شيخنا راوح، نطبع فيك وراوح المسل اللي بيه نطبع فيك، يعني أكثر من 70% يحبوك يا شيخنا راوح. الله يكرمك. أحبك الله. وعسى الله يعينك إن شاء الله. الله ينورك ابو بشرى، شكرا. سؤالكم اخي الكريم. السؤال معليش بالله يا شيخ الفضل. نعم تفضل. جبل المجلس الاستقالي في صدد التفاوض مع شركات امنيه لحرس الحدود، بالله يخليك معي يا شيخ الفضل، بس بالله نسمع فيك نسمع. بالله توضحها لنا. نعم. جبل المجلس الانتقالي عجيب تفاوض في شركات امنيه، لكن هم رفضوا المجلس الانتقالي، تبوا في واحده من القنوات كاتبين في الشريط الحدودي ان الليبيين حيتفاوضوا مع شركات امنيه لحراسه الحدود. هي شنية الشركات الامنيه؟ في شركات امريكيه كافراد زي البلاك ووتر هذه، والشركات الاجنبيه هذه تجيب افراد، لكن احنا الدوله ما تحطش شنية، قصدي اليات معدات تقنيه ولا قواعد ولا افراد، نبغى توضح لنا الدوله. طيب. شنو وجهه نظرك في التعاقد هو شيخنا، يعني مثل جنود على الارض شنو يصح عليهم الجهاد، ولا شنو الدوله المفروض توضح شيخنا الفاضل؟ طيب بارك الله فيك يا شيخنا. من الذي تعاقد؟ الحكومه يا شيخنا. نعم بارك الله فيك يا اخي الحكومه. نعم هناك في الاعلام شيخنا حديث هذا حول الموضوع، سنتحدث عنه ان شاء الله تعالى. نعم نعم تفضل يا احمد. اخي احمد تفضل اخي الكريم. اهلين السلام عليكم. يا اهلا وسهلا بك اخي الفاضل، تفضل. تحياتي لك وللشيخ الصادق. الله ينورك يا اخي. بالله نسالك انا يا شيخ، في جرائم تحدث، قتل ناحية رفاع ونسمعه، يعني زي ما الليبيين كلهم يسمعوا. نعم. ما عمرناش يوم سمعنا حكم على شخص مثلا نفذ فيه القضاء ولا المفتي ولا. نعم. هذا اللي يشجع فيهم يستمروا في الجرائم، يعني ما فيش عبره ما فيش.
المفتي ليس هذا عمله، لو كان هذا عمله كان نفذ. قصدي يطلب من القضاء يعني كيف الإجراء، يعني ناس تقتل وتمشي معهم، ما سمعنا بحد تحاكم يعني ناس تقتل وماشي. طيب يا أحمد شكرا بارك الله فيك، سنتحدث عن هذا الموضوع بارك الله فيك. حاضر نعم المكالمة هذه ثم نجيب عن الأسئلة، تفضل المكالمة الأخيرة ثم نجيب عن الأسئلة. نعم أبو أحمد تفضل. يا أبا أحمد عدنان تفضل. يا عدنان تفضل أخي الكريم. أرجوك أن تسمعني، أن تسمعني من 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 الهاتف أخي الكريم، تفضل يا عدنان. فصل. إذا إن شاء الله نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم الأخ محمد، حول الرشوة والفساد الذي عم وطم في البلاد، كيف يعرف الموظف أو المسلم أنواع الرشوة، تعريف الرشوة، يريد أن يحذر من هذه المصيبة؟ تفضل شيخنا الكريم. العلماء يعرفون الرشوة بأنها التوصل إلى ما في يد الغير بالمصانعة، نعم، أو هي أخذ ما أخذ شيء من غير حق ويعاب صاحبه. طيب. تأخذ مال وفي عرف الناس وفي طبائعهم أنها شيء عيب، وذلك الرشوة ليست هي ممنوعة في الشرع، في الشرع الإسلامية، في الشرع الإسلامية أو في الديانات الإلهية فقط، بل هي محرمة حتى على في القوانين الوضعية، لأنها صاحبها يعاب، خسيسة من الخسائس، وصاحبها دائما يعني ينظر إليه، حتى أن من يأخذ الرشوة لا يأخذها إلا خفية، ما في أحد يأخذ الرشوة علانية، ولا يتستر ولا يحب أن يراه أحد. نعم. فهي في حد ذاتها ذميمة وبغيضة وعيب يعني وعار على صاحبها. نعم. أو هي التوصل إلى ما في يد الغير بالمصانعة، بالمداهنة وبالتملق وبالوصول إلى شيء من أجل أن تحصل على ما في يده بالنفاق وبالكذب بالمداهنة، بحيث أنت تأخذ من عوض ويعطيك عوض آخر من غير وجه حق. نعم. هذا هو طيب. تعريفها. وربما كان مصطلح الناس للرشوة كان يعني بسيط وسهل، لأن عندما يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، معنى هذا يصدق على أنك تأتي إلى شخص مسؤول قاضي أو في نيابة أو موظف في لجنة إدارية يريد أن يعمل مثلا يفرز مظاريف أو كذا، فتعطيه 100 دينار مثلا أو تعطيه هدية، هدية للقاضي، تهدي له هدية وأنت عندك خصومة معه، ثم يحكم لك أو يراعيك على الأقل، حتى يراعيك من أجل هذه المصانعة، هذه المصانعة عملتها له، يرعيك عندما يصل الحكم، بدل ما كان الحكم كذا يصير كذا أو تصبر. هذا هو المفهوم الواضح في أذهان الناس للرشوة، يعني حتى بالـ10 دينار رشوة. نعم. وهذه صاحبها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ملعون مطرود من رحمة الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح، لعن الله، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، فهو ملعون مطرود، هذا بالمعنى المفهوم الصغير. لكن الآن الرشوة اتخذت يعني أبعاد وخطوط واسعة جدا على المستويات المختلفة، في مؤسسات الحكم، مؤسسات الدولة، وبين التجار، وبين يعني كل من المؤسسات والشركات، فلم تكن لم تصبح محصورة على من يعطي 10 ولا 20 ويصدر له حكم، ولا بل أصبحت بالملايين، بالملايين، وأصبحت مقايضات، أصبحت شراء ذمم، أصبحت شراء ولاء. تشري الآن الرشوة المعاصرة في الحكام وفي الحكومات وفي المؤتمرات وفي المؤسسات هي شراء، أو في الانتخابات عندما يطرح شيء الانتخابات أو التصويت على الدستور متى أو التصويت على مؤتمر أو على مجلس، شراء ولاءات، تشري ولاء الناس، تشري ولاء قبيلة أحيانا، تشريه بمزايا تعرضها عنهم يتحصل عليها دون غيرهم من الناس، فتشري ولاهم من أجل أن يقفوا معك ويصوتوا معك ويكون لك مقعد. شراء ولاءات مثلا مسؤولون في الدولة، وزراء وحكام ورؤساء أو كذا،
عندهم جهة أخرى تراقبهم فيشترون ولاءهم، يأتي إلى أعضاء مؤتمر وطني وكذا ويشتري ذممهم ليس فقط أحيانا بأموال، ليس بأن يقول له أعطيك لنادي رشوة معيبة ما يقبلهاش الإنسان اللي يبقى وهو يعني صاحب هيلة مال والهيئات يعني نعم. يقول كيف يقبل نعم. لا يقبل أحيانا صك وقد يقبله لكن لا يطلب شيء آخر، يطلب شيء آخر يعمل له مثلا تسهيل في توكيل لشركة يستورد بها السلاح، يستورد بها المصانع، المواد، المقاولات، الشركات الأجنبية والأوروبية. والشركات الأجنبية والأوروبية والغربية هذه العملات عندها أمر مشروع قانوني، يعني ربما على بعض يكون هناك تحوط وتحذير، لكن لو أنت ذهبت لتتعاقد مع أي شركة في الصين أو في اليابان أو في أوروبا يقول أريد تركيب مصنع وتركيب كذا، إذا كنت في سمسار أو وسيط قام بهذا العمل عنده نسبة قانونية لا يستحون فيها ويعطوها. فهذه الآن النسب الآن الكبيرة تعد بالمئات الملايين يستعملها المسؤول في الدولة في حكومة في وزارة في مصر كذا، يستعمل بها يشري بها ولا أناس هو يخافهم بحيث يغضون النظر عنه ولا يراقبونه ولا يعترضون على تصرفاته ولا على سلوكه. ثم بعد ذلك هذا العضو وهذا غيره أيضا يشتري ولا جهة أخرى ويعرض عليها جزء من هذه الرشاوى ويعطيه جهة أخرى، فتتشابك الرشاوى وتتداخل وتبقى هي مقايضات. يعني أحيانا لا يعطيه مال، أحيانا لا يعطيه عمولة، يقول أني عندي 100 واحد من قراباتي ومن عمومتي يريدون مرتبات، فيعطي مرتبات من غير وجه حق، يسندهم على الوزارة، يبقى هم كأنهم موظفون في وزارة ويأخذون مرتبات بالباطل، يأكلون الحرام ويأكلون السحت ويأكلون الغلول الذي يدخلهم النار من أجل أنه يعني يقدم خدمة أخرى لذلك المسؤول. وهكذا تتبادل المصالح بين الجهات المسؤولة في الدولة. وأحيانا تجار يستعملون تجار من أجل أن يشتروا ولاءهم لأنهم يعرفوا عندهم نفوذ في قبائلهم وعندهم نفوذ على ناس آخرين يخشى منهم، فيدخلونهم ويعطونهم عمولات ويعطونهم توكيلات لشركات، لأن الآن البلد مقبل أموال كثيرة جدا في العطاءات وفي المقاولات وفي التأسيس وفي البناء، شركات مفتوحة على مصراعيها، والرشاوى من هذا القبيل تشترى بها ذمم، بل حتى الثوار الآن نعم تشترى ذممهم الآن نعم صحيح إلا من رحم ربه نعم يشترون بالمال ويشترون ولاءهم، ويصبح هذه الجهة من الثوار تابعة لفلان وهذه تابعة لفلان وتلك تابعة لعلان، يبيعون ذممهم إلى الشيطان. صحيح. هذا كله من الرشوة المحرمة. نعم. بل هناك شيء أعظم من هذا خصوصا فيما يتعلق بالمسؤولين، يعني عندما يقدم على مثل هذا الأمر هو ليس فقط يدفع الرشوة ويتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللعن والطرد من رحمة الله، هو أيضا يدخل في خيانة الأمانة التي اؤتمن عليها وأقسم الأيمان المغلظة عليها عندما تولى المنصب، أقسم اليمين المغلظة على الملأ على الناس، وأنه يكون يعني حريصا ويؤدي الأمانة ويحافظ عليها ولا يخون الأمة ولا يخون الشعب ولا يقصر في مصالحهم ولا يفرط في وحدة الوطن. القسم المعروف اللي يقسمه الوزراء وأعضاء المؤتمر والمسؤولون في كل دولة مسؤولون يقسمون هذا القسم. هؤلاء عندما يذهبون هذا المذهب وذاك المذهب وتدخل المصانع وتدخل بشراء المواقف وشراء الولاءات، هؤلاء أخشى أن يدخلوا في من أعطى يمينا فاجرا يلقى الله يوم القيامة وهو عنه معرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عنه غضبان. فكيف يعني ما الملجأ ما المخلص؟ أنت عندما أسنيت إليك أمانة في رقبتك وهؤلاء الناس الأمة اختاروك، اخترتك المرأة المغلوبة على أمرها والشخص العاجل الكبير والصغير والكبير واليتيم والضعاف الناس وعامتهم، وضعوا هذه الأمانة في عنقك لأنهم رأوا أنهم حقوقهم مهضومة ومظلومون في العهد السابق ولم يتوصل إلى حقوقهم، فأتوا إليك ودافعوا عنك وأعطوك أصواتهم كأنك المنقذ لهم، تريد ترد لهم حقوقهم وترد لهم اعتبارهم وحريتهم.
فكان الوضع للأسف كان مستجيب من رمضان بن نار، وجدوا مسؤولين فاشلين، ووجدوا مؤتمر لا يدافع عن حقوقهم ولا يقوم بالواجب، وشاعت الأمور الآن. لا نريد أن نقول فلان ولا علان، لكن موضوع الرشاوى وموضوع التبادل القيضات هذه، وهذا أعطي هذا واشري ولا هذا وأعطي هذا، أمر الآن يكاد يكون مقطوع به شائع بين الناس. وإلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فهذه هي الرشوة الآن المعاصرة. نعم. ربما كانت الرشوة القديمة يعني في كانت واضحة يعني نعم. في 10 دينارات ولا 20. نعم. صارت نعم. الآن الرشاوى في بالمليارات. شراء الولاءات، الولاءات ليترتب عليها مصير الأمة كلها تضيع. نعم. الأمة كلها تضيع هذا. نعم. للأسف. نعم. حجتهم يا شيخ لعله يقول لك أنا يعني أريد أن أنشر الأمن في البلاد أو لأخذ الحق، هل هذا صحيح يعني؟ يعطي الرشوة، يعطي الرشوة لأجل نشر الأمن أو لأجل يعني هذا الحق فلو أن انتزعه أو هل هذا صحيح؟ القاعدة في الشريعة الإسلامية أن الوسائل لها حكم المقاصد. نعم. إذا كانت الوسيلة محرمة فلا يجوز الإقدام عليها، لابد أن تكون الوسيلة التي تصل إليها إلى المقصد المشروع أن تكون الوسيلة أيضا مشروعة. لا، ليس في دين المسلمين الغاية تبرر الوسيلة. لا لا، ما في. أنت صحيح عندك غاية، لكن الوسيلة اللي تسلكها لابد أن تكون يعني وسيلة صحيحة وطريق صحيح وطريق مشروع. أما أن تكون وسيلتك من أجل أن تفعل، من أجل أن تبني مسجدا مثلا، تسرق مال، ولا من أجل أن تفعل كذا تشرب الخمر، من أجل أن تكون شجاع تشرب الخمر تبيع المخدرات، هذا حرام قطعا. لا يجوز هذا. هذا الشيطان يسوي لهم هذه، ويصور هذه التصوير الفاسد الباطل الباهت الكاذب الفاجر، بحيث الشيطان يعني يزين لهم سوء اعمالهم ويقول احنا ما دام احنا مقاصدنا صحيحه ومن اجل ندفع على انفسنا هذه المساله فلا باس ان نرشي او لا باس ان نسرق او لا باس. يعني الناس الفجور اللي بين الناس الان ان يسرق ما شاء الله من اموال الدوله، يسرق الغلول، الغلول اللي هو النار، ما نار وشنار وعار، زي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عار ونار وشنار. نعم. يتعدى عليه من أجل أن يبني مسجد أو يعمل مسجد مدرسة قرآنية. الله غني عنك وعن مسجدك وعن مدرستك، لا يسوي شيء، هذا كله حطام في نار جهنم لا تستفيد منه شيء، يدخلك به النار. لا تظن أن المسجد اللي صنعته بمال مسروق أنه يدخلك الجنة، أبدا، معاذ الله. الله عز وجل كتب أنه لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل الخبيث، يرد عليك يعني يؤخذ ويرمى عليك ويدخلك به النار. هذا التعدي، ويحاسبك كل الأمة التي سرقت مالها ستحاسبك، كلها ستقف أمام الله عز وجل وتقول هذا سرق مالي، هذا قتلي، هذا اعتدى علي، لا يفيدك شيء، كل هذا هباء. حفظك الله شيخنا، بارك الله فيك. الأخت أم هارون شيخنا تسأل عن يوم عرفة، أن هذا اليوم يأتيها العذر فيه، فهل تأخذ دواء تمنع الدورة في هذا اليوم؟ أخذ الدواء لتأجيل الدورة الشهرية جائز، لا حرج فيه، لكن إذا كان مأمونا لا يؤثر عليها ولا يفسد عليها أوضاعها، لأن هذه يستشير فيها الطبيب والمختص في هذا الأمر. لكن لو فعلت هذا وهو أمر مأمون والدورة لم تنجح في ذلك اليوم فعبادتها صحيحة، لا أن تصوم ولا أن تصلي ولا أن تفعل. طيب، جميل جدا. أبو بشرى شيخنا يسأل عن التفاوض مع الشركات الأمنية، فالمجلس الانتقالي يعني يذكر أنه امتنع عن التفاوض مع الشركات الأمنية، ولكن هناك كلام شيخ وأنا سمعته حقيقة وتابعته في الأعلام أن هناك توجه في الحكومة التعاقد مع الشركات الأمنية مثل بلاك ووتر وعدة شركات بعضها يا شيخ يهودية، وهي كانت سبب في الفوضى في أفغانستان وفي العراق، ولذلك حتى الآن أفغانستان والعراق منعوا هذه الشركات، والآن الدولة تريد أن تتفاوض، فما حكم التفاوض معها شرعا ودينا؟ نحن لا نؤكد هذا ولا ننفيه، لكن على افترض نبين حكمه وإن وقع، فكن كما قال السائل المجلس الوطني الانتقالي امتنع، أقول هو على حق، إذا كان امتنع فهو على حق وعلى صواب، وهذه حسنة من حسناته، الحق يقال، إذا كان هو فعل هذا فهذه حسنة من حسناته. أما إذا كان الآن الحكومة بدأت أن تقوم بواجبها وبمسؤولياتها وتفعل بناء الوطن وتعطيهم المسؤولية بحيث يحفظوا أمن الناس ويقبضوا على المجرمين ويقدمونهم لمحاكمة ويقيمون عليهم القصاص ويقيم عليهم الحدود
ولا يتركونهم هكذا هملا، يتركونهم يفعلون ما يريدون ويشجعون المجرمين. حتى الذي لا يفكر في الإجرام صار يفكر في الإجرام الآن، ينظرون إلى مجموعة من الناس لنفرض ما يعني أنهم 200 أو 300 يستولون على ثورة الشعب الليبي كله، على ثورة الأمة. النفط هو كل رضيع وكل كبير وكل صغير وكل كل عنده فيه حق. تأتي 100 أو يأتي 200 أو 300 أو أيا كان عددهم ويستولون على هذه الثورة كلها الآن أكثر من شهرين، ويكلفون البلد والحكومة خسائر بالملايين كل يوم، وهناك خسائر ربما لن تعوض إلى ما لا نهاية، مثل كثير من الأبار يقال أنها تفسد ولا تنتج النفط بحجة فارغة كاذبة، زعم أن حكومة تسرق النفط. طيب إذا كانت تسرق النفط ائتيني ببين، قل هاتوا برهانك من كنتم صادقين، هاتوا البرهان وتقدموا به للنيابة ونحن معكم نطالب بأقصى أقصى عقوبة تنزل بهؤلاء الذين يسرقون النفط من الوزارات ومن غيرهم مؤسسات النفط، نطالب معك ونقف معكم إلى آخر لحظة. نعم جميل. لكنكم تقولون هكذا كلام، كلام لا أساس له ولا معنى له، وكلما يطلب منكم أن تقدموا أدلة وتقدموا إثباتات تتنصلون وتهربون وتتاجرون بالشعارات وبالكلام الفارغ هذا، وتستولون على ثورة الشعب الليبي كله والأمة كلها. من يرضى بهذا؟ أي عاقل؟ أين أولياء أمورهم؟ أين أهليهم؟ أين قبائلهم؟ إنهم مسؤولون، والله إنهم مسؤولون، الذين ينتمون لهذه القبائل إذا كانوا يتسترون عليهم ويدافعون عنهم إنهم مثلهم، إنهم مثلهم في عذاب النار في عذاب جهنم، لأن الذي يتستر على الظالم ظالم، الذي يتستر على القاتل قاتل، الذي يتستر على السارق سارق، فكيف يحمونهم؟ لا يجب أن يحموهم، يجب أن يتبرأوا منهم. هذه ثروة الأمة كلها لن تسرق، تنهب من شهرين أو ثلاثة، متوقفة ومتعطلة. سيأتي يوم لا يجد أحد يذهب إلى المصرف يأخذ مرتبه، لا يجد شيئا. من أي تأتي؟ نحن الشعب الليبي الأمة كلها مصدر عيشها تأكل قوتها خبزها كلها يأتي من هذا النفط. فإذا انت قفلته عنهم الآن 3 شهور، معناه هناك 3 شهور من غير مرتبة. إن لم يظهر هذا العجز الآن سيظهر فيما بعد. فمن لهؤلاء الناس؟ من لهؤلاء الضعاف؟ من لهؤلاء العجز؟ من لهؤلاء عامة الشعب الليبي الراقد الريح الفقير اللي أنت تسلب ماله الآن وعندك قبيلة تحميك ولا كذا؟ كيف يكون هذا؟ هذا مخالف لدين الله، مخالف لشرع الله، حرام عليكم، اتقوا الله يا شيوخ القبائل، يا أهل المناطق في جميع أنحاء ليبيا، عليكم ألا تأووا ظالما ولا تأووه ولا تحموه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: من أحدث من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أي إنسان يحدث حدث جريمة ومخالفة قانونية مخالفة شرعية مستنكرة، ثم يجد ناس يحمونه ويدافعون عنه بأي صورة من الصور، بالباطل ولا بالبهتان ولا بالعصبية ولا بالقبلية، ما مصير هؤلاء الناس؟ هكذا يقول ربنا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. فعلى هؤلاء الناس أن يتبروا، على هؤلاء الأمور وعلى المشايخ وعلى القبائل وعلى أهل العقول وعلى أهل الإنصاف وعلى أهل العدل، وأظنهم كثير في كل مناطق ليبيا، عليهم أن يرجعوا إلى رشدهم ويتخلصوا، ويعني عليهم أن يتبرأوا من أعمال المفسدين ومن أعمال الظالمين، ويقول نحن براء منهم هؤلاء، وإن كانوا أولادنا وإن كانوا من قبيلتنا، نحن لا نقر الظلم، لا نقر الباطل، لا نرضى به. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: لنصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تأخذون على يديه وتمنعونه من الظلم. هذا هو الواجب على أولياء الأمور، هذا الواجب على الأعيان وأهل القبائل، عليهم أن تأخذهم العصبية والقبلية. فإن من انتصر العصبية مات ميتة جاهلية، ميتة السوء. كيف يرضى الإنسان المسلم لنفسه وهو لي أمر ولا شيخ قبيلة ولا رئيس مؤسسة ولا كذا، كيف يرضى نفسه أن يموت ميتة الجاهلية ميتة السوء؟ كيف يرضى لنفسه وينصر الظلم وينصر العصبية وينصر البغضاء؟
فهذا فيه ايه ما يتعلق ب ايش السؤال السؤال لانها الحكومه ممكن تستعين بشركات امنيه مثل الباك ووتر وغيرها. هذه المساله الان يعني اذا كان هذا الامر صحيح وعلى الحكومه بدل ما أن تستعين بالناس من اهل الوطن وكذا وتكون جيش او تكون شرطه او تكون ناس حتى مؤقته من الناس المخلصين الذي هم حريصون على البلد، بدل تلجأ إلى هذا الحل الصحيح المشروع الذي يتمشى مع الحرص على الوطن والحفاظ عليه، تلتجئ إلى تعلن عجزها وتلتجئ إلى شركات معروف ماضيها وما فعلته ببلاد المسلمين في العراق كما ذكرت وفي أفغانستان أثارها إلى حد الآن لا زال العراقيين يعانون منها. صحيح. وهذه شركات محظورة يعني عند أهل العقل والمنطق، حتى عند الأمريكان أنفسهم يعرفون أن هذه شركات يعني متاع تآمر ومتاع سفك دماء ومتاع استخبارات ومتاع يعني تعمل عمل الكبير جدا لأثارها سيئة لا يمكن أن تحصرها وتحدها ثم تتنصل منه وتنسبه إلى غيرها. هذا عمل استخباراتي، ربما الناس يقول استخبارات القذافي أرحم منه. كيف تستمرون تأتون بالبلد إلى إذا كان هذا الكلام صحيح، كيف يأتون للبلد باستخبارات يهودية تفعل بهذا العمل باسم دعوة حفظ الحدود وحفظ التشادين أرحم من بلاك ووتر ولا النيجر؟ لكن لا نريد أي إنسان أجنبي يتدخل في شؤوننا. يجب على الوطن هم أن يحموا وطنهم، يسند الأمر إلى جهات مختصة. إذا صدقت النوايا فالبلد لا يزال فيها رجال ولا يزال فيها شباب ولا يزال فيها ناس حريصون على أن يموتوا في سبيل الله ويقاتلوا في سبيل الله. لن نفتح بلادنا إلى الاستخبارات اليهودية والصهيونية ثم بعد ذلك نعض أصابع الناس. ويسأل شيخنا الكريم الأخ الحبيب هذا أدنى أبو بشر يقول يعني ما حكم إذا دخلت هذه القوات الأمنية أو ما حكم ذلك؟ هل نقاتلها؟ هذا بكل حادث حديث. نحن الآن كله هو الافتراض، ليس عندي شيء معلومات حقيقية ولا مؤكدة. إذا كان يتحقق الأمر ويأتي لنا غزو أجنبي بصورة أو بصور حتى باسم يعني تحت مسميات مدنية، يجب على الناس أن يقاوموا بكل الصور، لا يمكن طيب يرضوا به. جزاكم الله خير. نستقبل المكالمة شيخنا الكريم. أم عبد الله تفضلي أختي. نعم. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي أختي. نسمع فيك، تفضلي يا اختي ام عبد الله. السؤال. تفضلي يا اختي. ماذا يفعل الشخص الذي يشك ان به ثلاث بول؟ يعني انه يجد بلل في ثيابه، بلل بدون لون او رائحة. باي حاضر. طيب يا اختي حاضر. نعم، السؤال الثاني. نعم. نعم. ابراهيم تفضل يا اخي ابراهيم. نعم يا ابراهيم تفضل. مرحبا شيخ عبد الباسط. يا مرحبا يا ابراهيم، اهلا وسهلا. اول شيء نحييك ونحيي الشيخ المجاهد الشيخ صادق الغرياني، يا رب يطول في علمه، طول في عمره وانفع بعلمه يا رب العالمين. امين امين امين. شكرا. اول شيء الشيخ صادق، انا نبيك توجه الناس كلمه للناس المجرمين يقتلونها في ضباط الجيش. اليوم عندنا ضابط في بنغازي قتل هو وابنه. نحو. وكان مودي ابنه للمدرسه. وانا يا شيخ الصادق انت تحكي على الثوار وتحكي على الناس انهم يهبوا، لكن يا شيخ الصادق عم البلاء وعم الفحشاء وعم الفساد، والناس كذا تاكل في الحرام، يصبون على اراضي الناس ويقضون على اراضي الدوله ويسرقون وينهبون، فالله لا يستجيب دعوام يا شيخ الصادق. الله استجاب دعوام عندما خلصت النيه، لكن الان النيه قريبه، كل واحد يتهم واحد هذا اخواني، هذا علماني، هذا ليبرالي، هذا زنديق، هذا كافر، كان في احقاد يا شيخ بين الناس. فالله لا يستجيب دعانا، قاعد الله لا يستجيب دعانا يا شيخ صادق. طيب احنا قاعدين في غضب من الله والعياذ بالله. كثر القتل هذه من علامات الساعه يا شيخ صادق. طيب لكن نسال الله ان يحفظك يا شيخ صادق وينفع بعلمك. حتى انت يا شيخ صادق يشنون عليك الحملات. المجرمين هذوم نظرا لانك انت تقول كلمه الحق، والان لا يريدون كلمه الحق. فالان يا شيخ الصادق والحكومه راكده نائمه، حكومه لا تقول الحقائق للناس، حكومه في من كيف يخوف فيها؟ كيف من يخوف في واحد يقعد ما يقدرش يتكلم منه خاف منه؟ وهذا هو البلاء يا شيخ الصادق. فنسال الله ان يعفينا ويسال الله ان يحفظك يا شيخ الصادق. امين. صحيتك يا ابراهيم، شكرا يا اخي ابراهيم، بارك الله فيك. نعم تفضلي اختي عائشه. تفضلي يا عائشه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير.
مساء النور، تفضلي يا اختي. نكلم الشيخ شارك. تفضلي يا اختي، اسمع فيك الشيخ. أجلكم الله عمركم أولا وأخيرا. نحبكم في الله وجعلكم ذخرة لهذه الأمة. جزاكم الله خير. نسألك سؤالين شيخ صارت. تفضلي أختي، تفضلي. السؤال الأول، صيام تسعة الحجة، نبي نسأل هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيامها أو لا؟ طيب. هل يعني لو ما وردش عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيامها، هل هي بدعة ولا عادي صيامها يعني؟ طيب أختي، تفضلي. سؤال ثاني. السؤال الثاني، عقد القران. نعم. لما الزوج يعقد على الزوجة. نعم. قبل الدخول بها. نعم. بعدين هي تقدر لما بتطلع لازم تستشيرها في خروجها من البيت ولا عادي؟ طيب يا أختي عائشة، حاضر. نعم. عدنان، تفضل يا أخي عدنان، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، لو سمحت بالله بنسأل سؤال عن مرأة توفى عنها زوجها. مرأة توفي عنها زوجها، نعم. ثم ليس لديها أبناء من هذا الرجل. نعم. ولديه أبناء من امرأة أخرى وبنات، كلهم متزوجين. نعم. فثالث يوم طلب من الأبناء، طبعا أبناء هو المرأة الأولى، طلب من هذا من هذه المرأة تخرج من البيت، فهل هذا يجوز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، حاضر. نسأل. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. وإياك يا أخي عدنان. نعم، سؤال. نعم، آخر. نعم. الأخ محمد، تفضل أخي محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك ولضيفك الكريم الشيخ الصادق. حفظكم الله. يا شيخ الصادق، دلنا بدنا نتحدث معك مباشرة. تفضل. تفضل أخي محمد، تفضل نسمع فيك. يا للأسف يا شيخ الصادق، فيه مظاهر سلبية في الدولة، أن الدولة بدأت تشجع في الشباب على أنهم يتجهوا لمصادر عمل ما هيش غير حلال يعني. كيف؟ مثل ماذا يا أخي محمد؟ مثل هناك من يسجل اسمه ويعطي رقم حسابه ولا يشتغل في الجيش ولا في اللجان الأمنية. نعم. ولا يواظب على العمل، وبعد شهرين ثلاثة شهور يحسبوا له أنه هو مشتغل سنة، يعني سنة ونص، فيجد في حسابه يعني 15-20 ألف، وإحنا يعني شباب يعني متخرجين من الجامعات ما عندناش وظيفة، وهذا باب من أبواب الحرام، يعني أن إنسان ما اشتغلش ويأخذ في مقابل على عمل هو ما قامش به. ومن ناحية أخرى، عندما تجد العمل المدني مش موجود، فتجد الشباب هؤلاء يتجهوا للأمور هذه وما يشتغلوش فيها أصلا أساسا. كثير من الشباب لا يشتغلوا ولا يذهبوا لا للجيش ولا للشرطة، إنما هم باقيين في منازلهم ويأخذون مبالغ بالعشرين ألف بالثلاثين ألف. طيب يا أخي، ونحن ما فيش بديل لنا إحنا كباحثين. طيب. على العمل يعني. طيب أخي محمد، حاضر، وصل السؤال. طيب أخي محمد، شكرا أخي محمد، شكرا. محمد ثاني، تفضل أخي محمد الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك أخي محمد. حالك الشيخ باسل، الشيخ بارك، شو حالك الشيخ صادق نوريالي؟ يا مرحبا. مرحبتين أخي محمد، أهلا. قلت لك يا شيخ باسل، ترى اتصلت بيك في منظمة موضوع الشركة التركية، ونحن محافظين على ممتلكات الدولة، الآلات والمخازن متواجدة، أنا اتصلت بيك الحلقة اللي قبل ما فاتت وتجاوزت سؤالي، نحن نبو من الشيخ صادق شنو نديروا بالضبط؟ هذا رزق مال الدولة، اتصلنا بالمجلس المحلي، قال ما عنديش بنك نصرف لكم من مرتبات التعافية، واتصلنا وجانا مدير الشركة، قال ارجع مدير الشركة، جانا مدير الشركة قال ما عندي مدري كم، ما عنديش مبلغ مالي نصرف لكم شيء، ونحن إن شاء الله متوكلين يوم الأحد وجايين لطرابلس، ومعنا المستندات بتاعتنا، شنو نديروا يا شيخ يا فضيلة الشيخ صادق غريب. الله يبارك فيك. طيب يا ما عندوش حاجة أخرى، السلام عليكم. طيب شكرا، سلام الله. نعم، السؤال الأخير حتى نجيب. سالم، سؤال أخير حتى نجيب على الأسئلة إن شاء الله، ثم نستقبل إن بقي في الوقت إن شاء الله. نعم. سالم، تفضل يا سالم. مرحبا يا سيدي. مرحبا أخي سالم. مرحبا شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبتين بك يا سيدي. الله يسلمك، تفضل. يا سيدي، في واحد قاتل ولدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كويس، قاتل ولدي وجاءوا حققوا معها النيابة والشرطة، والحقيقة ما قصروا جماعة الشرطة ولا النيابة. نعم. وبعدين جاءوا نصار الشريعة واختفوهم من المركز وهربوه البغازي. هذا شنو حكمة بالله؟ نبي حكمة ونبي برنامج كيف نصار الشريعة مجرم، كيف هذا يهربوه؟
طيب 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 يا عم، حاضر حاضر ان شاء الله سيجيبك الشيخ، ان شاء الله نجيب عن الاسئله باذن الله عز وجل. طيب شكرا شكرا خليل. شيخنا باقي من الاسئله الاولى، الاخ احمد يقول جرائم تحدث في ليبيا ولم نسمع يوما عن اقامه حد من حدود الله عز وجل. هذا كما سبق يعني هذا الذي جرى المجرمين وهذا الذي جرى التعدي على القوانين. لما الجماعة اللي استولوا على النفط لمدة شهرين الأمور قاعدة ماشية معهم تمام والحكومة يعني تتكلم معهم بأسلوب الترضية ومزيد من الإغراء، والمؤتمر الوطني أيضا نفس الأمر عامل لي لجنة ومصالحات، مصالحات مع من؟ مصالحات مع معتدي، مع مجرم، كيف تتصالح معه؟ هذا يجب تطبيق الحق عليه، الحد عليه، القانون عليه، هكذا إذا أرادوا أن يقيموا دولة. أما إذا كان هو ليأخذ شيء يترك ثم بعد ذلك هذا ماذا يترتب عنا؟ يترتب عنا جماعة آخرون الآن في الجبل أقفلوا الغاز، يعني خلاص حتى الكهرباء يعني أبشر. نعم حتى بدأت ثلاث أربع ساعات الآن شيخ، ما زال حياتي فيما بعد. هذا يشجع جماعة آخرون يقفلون المياه، يعني تكون الناس مغيم، جماعة آخرون يقفلون الكهرباء، جماعة آخرون يقفلون الطريق العام لأن عندهم حقوق في حسب رأيهم، أو أحيانا دعاوى ويتهمون الحكومة بشيء من التقصير فيلجؤون يقفلون المستشفى، تقول الناس يموت الآن. يعني كارثة كارثة في البلد، مريض يبقى هو تحت الإنعاش ويتنفس بالأكسجين لا يجد مستشفى يقبله أبدا، لا يجد، يدفع هذا الى ذاك وذاك الى ذاك حتى يموت في الطريق. مره تتوجع من الولاده لا تجد مستشفى يقبلها، لا حول ولا قوه. هذا وصل للوضع هذا الحال، وكل من يريد شيء من الامر يعمل اعتصام ويعمل اضراب ويقفل الاتصالات، يقفل المستشفى، يقفل الماء، يقفل الغاز. هذا اجرام، هذا كله شيخنا، هذا اللي يفعل من هذه الاشياء اذا مسها المراه هم يكون سبب في قتلها. نعم ما في ذلك شك، كل من يتسبب في القتل فهو قاتل. عمر رضي الله عنه يقول لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. لا حول ولا قوه. عندما يتعاون مجموعه 10 100 حتى اهل المدينه كلهم على قتل واحد كلهم يقام عليهم بالحد والقصاص، ذاك كلهم متمالين وكل واحد يدبر وكل. كيف هذا الان؟ ولذلك لابد العلاج الناجح، العلاج الحقيقي، عدم الرأفة بالظالم، عدم الرأفة بالمجرم، لابد أن يقام عليه الحد، يقام عليه الحق، لا فرق أيا كان توجهه، لا يهمنا يقول توجه إسلامي، توجه علماني، توجه شيطاني، لا يهمنا، نحن نريد إقامة الحق والعدل على كل الناس. الشرائع والحقوق والحدود الله عز وجل أنزلها عامة للناس كافة، ما تميز بين هذا ولا ذاك. كل من يتعدى سواء عنده قبيله تنصر ما عندهاش، عنده يقول اني من انصار الشريعه، يقول اني من العلمانيين، يقول اني من اصحاب الحكومه، يقول من اصحاب المؤتمر، لابد من اقامه الحد على الجميع واقامه الحق على الجميع من غير مجامله ومن غير مهادنه لاحد. هذا اذا كانوا ارادوا ان يقيموا الحدود ويقيموا الدوله ويهابهم الناس. ما الذي جعل الان الحكومه لا تهاب والمؤتمر لا يهاب؟ لانهم يتلطفون مع المجرمين و يعني يرخون لهم العنان وربما حتى يتسترون عليهم، صاروا حتى متهمون بالتستر على المجرمين. لا قوة الا بالله. طيب شيخنا الكريم حفظكم الله، اختم عبد الله تسال يقول شيخ ماذا يفعل الشخص الذي يرى بللا لا رائحه له ولا لون؟ الشك لا يؤثر، اذا كان انسان شك ان في ثوبه نجاسه عليه ان ينضحه بالماء كما ورد في حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ياخذ غرفه ما هكذا وينضح نضح يبخ يعني نقول الحين فللمكان اللي يشك ان فيه النجاسه ويكفيه ذلك. طيب حفظكم الله، الاخ ابراهيم شيخنا يقول الناس يعني اليوم يعني قتل احد ضباط الجيش يقول مع ولده وهو ذهب الى المدرسه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ما هذه فوضى يعني؟ هذا الان مسلسل قتل في بنغازي اصبح شيء لا يطاق، يعني كيف الحكومه يعني لا تتكلم عن هذا الامر ولا تلقي له بالا ولا يعني تراجع نفسها في هذا الدماء، هذه في اعناق من التي تذهب كل يوم؟ دماء الناس في بنغازي باستمرار، اول امس ثلاثه وقبلها وقبل وبعدها وكل يوم هكذا. الناس يقتلون بدم بارد باغتيالات ايا كان اتجاه هذا الذي يقتل، لا حق له بذلك، حرام، اثم، قاتل النفس، قاتل عمد، مهما كان متأول لا عذر له، لا يجوز لأحد مهما كان
يعني عنده حق في هذا الأمر أن يعتدي بنفسه ويأتي إلى الإنسان ويغتاله غيلة ويقتله غيلة. هذا حرام في دين الله، حرام في شرع الله، حرمة المسلمين. حتى أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل إنسان في الجبهة قال لا إله إلا الله وهو كافر، فأسامة اجتهد قال هذا قالها خوفا من السيف، بعد أن قال لا إله إلا الله قتله. ماذا كان الأمر؟ اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار أمر عظيم عنده، وصار يؤنب زيد ويؤنبه ويلقي عليه من الكلام الشديد، حتى أن أسامة يقول تمنيت أني أسلمت في ذلك اليوم. لا إله. لأن ما لم يجد أمر شيء عظيم. أمر عظيم. لم يجد شيء يكفي له ذنبه إلا أن يكون كان كافرا وأسلم، تمنى أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي ربي يغفر لي أني تجاوزت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن يكرر عليه يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك؟ يا الله. هذه حرمة المسلم. فكيف يصح لي واحد يدعي انه من انصار الاسلام ولا من اي اي مذهب ولا من جهه ولا بيقيم الحدود ويقيم الحدود؟ هذا ظالم، هذا يعني يرتكب اثم عظيم ومعصيه كبيره، توعد الله عز وجل بالخلود في النار. لا، ليش عنده شيء؟ نسأل الله لطف العافيه. حفظك الله. ما تبقى الوقت يا شيخ تقريبا 4 دقائق. الاخت عائشه تقول صيام ذو الحجه، 9 ذو الحجه، هذه هل ورد صيام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في صحيح مسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من 10 ذي الحجة. العمل الصالح بجميع أنواعه، بما فيه الصيام والذكر والصلاة والصدقة وكل ما بذلك ثم الحج بعد ذلك. فال10 ذي الحجة الأعمال فيها الصالحة أفضل من أي وقت آخر، ومنها الصوم. حفظك الله شيخ. الأخت عائشة كانت تسأل: إذا عقد الرجل على زوجته ولم يبني بها، ما دخلش عليها، يعني هل لابد أن تستشيرها قبل الخروج؟ لا ينبغي أن تخرج بغير إذنه، لأن ذلك ربما يحدث ريبة في نفسه ويفسد عليها علاقتها مع زوجها، لأن باب الألفة والمودة لابد أن تستشيره. عدنان يسأل عن امرأة توفى عنها زوجها ليس لها أبناء من هذا الرجل، ولكن عندها زوجة أخرى وعندها أولاد وبنات، قالوا لابد أن تخرجي من هذا البيت، بيت زوجية، يعني ما حكم ذلك؟ لا حق للزوج في أن يخرج المرأة إلى الشارع، ولا حق للمرأة أن تقول لا أسكن إلا في هذا البيت. هذا كله كلاهما مخطئ. هو الواجب شرعا أن يوفر الزوج لمطلقته أو لزوجته، كانت هي بذات في عصمته هي وأبناؤها، أن يوفر لها مسكنا، سواء كان بيته هذا أو غيره، المهم لابد أن يوفر لها مسكنا لائقا. لا يجوز أن تتشبث وتقول لا أسكن في هذا البيت، ولا يجوز له أن يلقيها في الشارع. يتوفى عنها شيخ، وتوفى الزوج إذا يعني. توفي. نعم. إذا ما ليس إذا كان عندها أولاد بتأخذ ميراثها وتنتهي، بس ما عاش عندها هي بعد ذلك حق في شيء. المتوفى عنها زوجها لا حق لها في إلا مدة العدة فقط تسكن، لكن ليس حق في السكنة وليس حق في النفقة. هذه خلاص عليها تأخذ ميراثها منه وتتبع حق. وهذا البيت يقسم إذا كان بيت للزوج يعني. نعم. فيقسم حسب الفريضة الشرعية، لا تأخذ إلا حقها. لا يجوز لها أن تستولي على البيت إذا كان لا يجوز لها من البيت إلا عشرة وربعة، تقول لا ولا أخرج لا، ليس من حقها هذا. حفظكم الله. الأخ محمد الشيخ يقول: المظاهر السلبية في الدولة تدفع الشباب لأكل الحرام، يعني ياخذ رواتب بغير حق، يعني 8 و4 و10 شهور، أو يشتغل في عمل ثاني وثالث ورابع، يعني ما هذا الشاب لا. أرجو أن يكون يعني صالحا، يعني وضع مشكلة حقيقية الآن في الدولة في هدار المال العام بصورة واسعة كبيرة جدا، يعني مؤسسات عسكرية ولا داخلية ولا أي جهة تأخذ أوراق ناس. أحيانا هذا كلام يرجع للكلام الأول اللي تكلمنا عنه، لأن تريد أن تصانع عضو مؤتمر ولا مسؤول في جهة من جهة تأخذ منها أعداد مئات وعشرات وربما حتى أحيانا من غير هذا تأتي يكتبوا أسماء وهمية هكذا، أو اسمها سموهم ثوار أو سموهم كذا، وتصل لهم مرتبات واسمهم أنهم ملتحقون بالجيش وبرأس الأركان أو بكذا، وهم لا يعرفون شيء على الجيش ولا على رأس الأركان. وهناك ضباط قدامى والناس حتى في الحرس الثوري مع القذافي لا زال تصرف لهم مرتبات ويعطون أجورهم بأموال هكذا، والشباب اللي هو يتورع ويخاف الحرام من غير عمل لا يجد قوته الآن. نعم. وهذه الأموال يأخذها الناس بالحرام والسرقات. أقول أين أعضاء المؤتمر الوطني؟ أين ديوان المحاسبة من هذا؟
هذا في رقابهم في أعناقهم، هذه أموال الأمة تصرف ولا يحققون فيها. عليهم أن يستدعوا الناس المسؤول عن المالية. من المسؤول عن المالية؟ وزير المالية، رئيس الوزراء، من هو المسؤول عن المالية؟ نعم. نعم. يستدعيه المؤتمر الوطني، يستدعيه ديوان المحاسبة. من حق ديوان المحاسبة أن يستدعي أي أحد. نعم. حتى رئيس المؤتمر الوطني العام، حتى رئيس الوزراء يستدعيه ويقول له أين هذه الأموال تصرف، كيف تصرف، هل هي موافقة للقانون ولا، ويحاسبه ويدخله السجن. هذا الواجب أن يفعله المسلم إذا كان يريد أن يقيم دولة. بارك الله فيك شيخنا، حفظكم الله. يعني نعتذر الإخوة الذي لم نجب عن أسئلتهم، إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة نبدأ بها إن شاء الله تعالى. وحفظكم الله شيخنا وبارك الله في أعماركم وأعمالكم وعلمكم، جزاكم الله خيرا، والشكر موصولا لكم أحبتي في الله على طيب المتابعة. ونشكر الإخوة الذين نقلوا لنا هذا البرنامج، وكذلك الإخوة الذين ربطوا مع قناة ليبيا الوطنية لدعات المسموعة، جميع الإخوة بارك الله فيهم وشكر الله سعيهم، وحفظكم الله تعالى، ودام ليبيا آمنة واطمئنة. السلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.